حدثني اسماعيل بن خليل اخبرنا سلمه بن رجاء عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت لما كان يوم احد هزم المشركون هزيمه بينه فصاح ابليس اي عباد الله اخراكم فرجعت اولاهم على اخراهم فاجتلدت اخراهم فنظر حذيفه فاذا هو بابيه فنادى اي عباد الله ابي ابي فقالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفه غفر الله لكم قال ابي فوالله ما زالت في حذيفه منها بقيه خير حتى لقي الله عز وجل